نعم همام، ما زلت متواجد في محافظة سوهاج وبالتحديد من داخل كنيسة الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج، حيث بتشهد المدينة المطرانية الآن يعني توافد عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، وكان منذ قليل على رأس هذه القيادات محافظ سوهاج لتقديم التهنئة لأقباط محافظة سوهاج. للمزيد همام دعني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة قداسة الأنبا بخوم، يعني مطران كرسي سوهاج والمراغة والمنشاة، وفضيلة الشيخ زين العابدين المستشار الديني لمحافظة سوهاج. يعني في البداية قدستك يعني كل عام وحضرتك وأقباط مصر وأقباط سوهاج بألف خير وسلام، يعني لو توصف لي يعني كيف يبدو الاحتفال بالعيد هذا العام؟ كل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة والمصريين كلهم بخير وعايشين مع بعضنا مع بعض في محبة وفي سلام. النهاردة بدأت احتفالات عيد الميلاد المجيد، وطبعا الاحتفالات بتبقى احتفالات فعلا، وبنشعر بفرحة العيد بزيارة أحبائنا وإخواتنا. كان عندنا سيادة الوزير المحافظ الدكتور أحمد أنصاري والسيد مدير الأمن والسيد مفتش أمن الدولة وكل السادة المسؤولين وأعضاء مجلس الشعب، وطبعا على رأسهم رجال إخوتي رجال الدين الإسلامي، وبجواري حبيبي وصديقي صاحب الفضيلة الشيخ زين العابدين الذي له مكانة كبيرة في قلوب المسيحيين في سوهاج. وأحب أقول إنه إحنا كلنا هنا شعب واحد، كلنا قلب واحد، كلنا بنشترك مع بعض في الأعياد كلها، سواء عيد الأضحى، عيد رمضان، عيد القيامة، عيد الميلاد، كلها أعيادنا وكلها إحنا بنحتفل بيها. مظاهر الفرحة والناس كلها فرحانة، خصوصا في هذا العام لأنه في حدث حصل وكلنا انبسطنا منه بالأمس، وهو افتتاح الجامع العظيم وافتتاح الكاتدرائية، وكانت صورة حلوة خالص لا يمكن أن يعبر عنها بالكلام، ولكن كانت معبرة في شكلها وفي مكانتها، فمنظر حضاري ومنظر يعني يليق بمصر العظيمة التي لها تاريخ عريق. وطبعا يعني في هذا العيد بنطلب من ربنا أن يديم المحبة وأن يديم السلام وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا مصر، ويحفظ رئيسنا المحبوب السيسي الذي له لمسات بيضاء في سنين قليلة أنجز إنجازات كثيرة ارتقت بها مصر بلدنا. وبالنسبة لسوهاج محافظتنا محافظة آمنة، محافظة محبة للكل، كلنا هنا شعب واحد، كلنا قلب واحد. لكن حضرتك يعني مساء أمس ترأست صلاة عيد الميلاد المجيد، يعني لو تشرح لي كيف دعوت لمصر والمصريين في هذه الصلاة؟ بالأمس كانت عنوان عظة عيد الميلاد أن السيد المسيح جاء لينشر السلام، وفي ميلاده غنت الملائكة أنشودة السلام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فالإنسان علاقته مع ربنا الحلوة بتخليه بيمتلئ بالسلام، بيمتلئ بالمحبة، وربنا بيطالبنا أن احنا نحبه من كل قلبنا، نحب الناس ونحب أنفسنا أيضا، لأنه ممكن في واحد مش بيحب نفسه دايما تلاقيه كده يعني غاضب على نفسه. حضرتك يا فندم، كان هناك قرارات أخيرة للحكومة المصرية فيما يتعلق بتوضيع توفيق أوضاع الكنائس المصرية، يعني لو يعني تشرح لي كيف ترى هذا القرار، وهل هناك يعني هذا القرار سوف يعني يأتي بثماره على كنائس محافظ سوهاج أم لا؟ طبعا هذا القرار قرار حكيم جدا. طبعا حرية العبادة يعني من أفضل ومن أحسن الحاجات الحلوة، ودي اللي بينادي بيها الإسلام، ويعني ما فيش حد يرضى إن هو يمنع أي حد إن هو يصلي. فتوفيق الأوضاع حل مشاكل كتيرة، وكان له وقع مفرح على قلوب الكل.
سواء المسلمين والمسيحيين معا. يعني أهم التوصيات التي حضرتك أوصيت بها خلال كلمتك في قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام؟ كانت توصياتنا في قداس عيد الميلاد أن نحب بعضنا بعض لكي ما ينتشر السلام بيننا، لأنه لولا المحبة ما كان هناك سلام، لأن وجود الكراهية هو اللي بيعمل، والحقد هو اللي بيعمل الخصومات والحروب. وطلبنا من إلهنا أن يسود السلام في كل العالم كله، وأن تسود المحبة في قلوب الجميع. قداسة الأنبا بخوم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، وبرحب بفضيلة الشيخ زين العابدين المستشار الديني لمحافظة سوهاج. برحب بحضرتك يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. يعني يمكن اليوم حرصت على زيارة الكنيسة وتقديم التهنئة مع وفد من القيادات الشعبية والتنفيذية كان على رأسهم الدكتور أحمد أنصاري محافظ سوهاج، يعني الرسالة التي بتبعث بها اليوم من هنا في هذا العيد. في هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ميلاد السيد المسيح وهو سيدنا عيسى، كلنا نفرح. ليس الفرح للمسيحيين بميلاد السيد المسيح، وإنما الفرح للجميع، للمسلمين وللمسيحيين، للمسلمين وللمسيحيين. فسيدنا عيسى هو أخ لسيدنا محمد، كما قال رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة، غير أننا أبناء علات شتى. يعني كل واحد من الأنبياء والرسل له أم تخالف الأم. وسيدنا عيسى ورد ذكره في القرآن الكريم، وهو كلمة الله وروح الله، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة مريم رضي الله عنها وأرضها. هذه السورة لا توجد لا في الإنجيل ولا توجد في التوراة، نقرأها ونتعبد بها ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ونحيي هذه الذكرى العذراء كما نحيي ميلاد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونفرح ونأخذ من سيرته صلى الله عليه وسلم الدروس المستفادة. كان صلى الله عليه وسلم كيف يعامل المسلم، وكيف كان يعامل غير المسلم. فرسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي، فمرض فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم عندما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم. وقال له والده: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فميلاد المسيح ميلاد خير وميلاد بركة. وأخواننا المسيحيين هم أقرب الأديان إلى الإسلام، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فاليهود تآمروا على قتل المسيح، واتهموا مريم البتول بما اتهموا بها، وبرأها المولى تبارك وتعالى، وتآمروا على قتله وتآمروا على صلبه. وكان الحظ الأوفر لمصرنا الغالية عندما جاءت العائلة المقدسة مريم وسيدنا عيسى وزاروا مصر حتى وصلوا إلى أرض المنيا. فمصر لها مكانة في قلوب الأنبياء وفي قلوب الرسل، وزارها الكثير من الأنبياء والرسل. ومصر هي التي تجلى على أرضها رب العزة تبارك وتعالى عندما كلم موسى عليه السلام في طور سيناء: يا موسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وسيدنا عيسى قال: مبارك شعب مصر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوصى بمصر وأوصى بشعبها، فقال: ستفتح عليكم مصر من بعدي، فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. لماذا يا رسول الله خير أجناد الأرض؟ قال: لأنهم في رباط هم وأزواجهم إلى يوم القيامة. فمصرنا في أمن الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ثم في أمن القوات المسلحة يدرع الواقي. ولا ننسى في هذا اليوم المبارك الرائد
الذي يفرح أشد الفرح في هذا اليوم وهو الرائد عمر عبيد الذي ضحى بنفسه، وعندما قام بتفكيك العبوة الناسفة كان يرفع صوته ويقول للناس خليكم بعيد خليكم بعيد، لكي يفدي هذا الشعب العظيم ويفدي المسلمين والمسيحيين المسجد والكنيسة بنفسه، وضحى بنفسه، فهو الآن في أشد الفرح. وبشر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لن يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذا اليوم الأغر المبارك الميمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصرنا الأمن والأمان والرخاء في ظل القائد المحبوب الرجل النقي التقي الورع الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل عام وحضراتكم بخير. فضيلة الشيخ زين العابدين المستشار الديني لمحافظة سوهاج، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. إذا همام كانت هذه هي أهم يعني مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من داخل مطرانية الأقباط بمدينة سوهاج. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، طيب المشاهدة وعودة بكم مرة أخرى لزملائي في الاستوديو، وإليك همام مرة أخرى.